يا مساء الفل والخير والسعاده والجمال واللعبه الحلوه على جمهور النادي الاهلي. اهلا بيكم في حلقه جديده ومواضيع مختلفه ان شاء الله تنول اعجابكم. هكون معاكم النهارده انا اميره فراج وهند مدحت معاكم في برنامج الحريفه. مساء الفل يا هنوده. مساء الفل حبيبه قلبي. اهلا بك يا اميره واهلا بكل مشاهدين قناه الاهلي. حلقتنا النهارده هتكون فيها حاجات كتير جدا، هنتكلم فيها اخبار ورياضه ومواضيع اجتماعيه، كمان استشارات طبيه. بالظبط يا هنوده، ان شاء الله هتكون حلقه مليانه حاجات حلوه هنفيد ونستفيد. عايزين بس قبل ما نبدا حلقتنا، للاسف النهارده عندنا خبر جالنا الصبح، خبر فعلا حزين جدا جدا. هو وفاه الاعلامي والمحاور الاعظم في مصر والوطن العربي مفيد فوزي عن عمر يناهز 89 سنه بعد صراع لمده شهر مع المرض. ربنا يرحمه يا رب ويغفر له ويصبر اهله ويصبرنا جميعا. ربنا يرحمه، العزاء لأهله وأصدقائه وكمان العزاء لينا كلنا، لأن أستاذ مفيد فوزي الحقيقة بالنسبة لنا حالة خاصة، والحقيقة أن مصر والوطن العربي فقد إرث كبير جدا جدا جدا. ولكن حديث المساء لن ينقطع، وبصمة مفيد فوزي في ذاكرة كل شخص من جيلنا أو أجيال كتير قبلنا هتفضل موجودة. ولكن كالعادة تعالوا نبدأ فقرتنا الأولى النهاردة وتعالوا نشوف معانا أخبار إيه في السريع. أول خبر معانا النهاردة عن النادي الأهلي والسويسري مارسيل كولر المدير الفني اللي قرر أنه يدي راحة للاعبين من التدريبات الجماعية النهاردة ويرجعوا تاني للتدريبات من بكرة يوم الاثنين علشان يستعدوا لمواجهة فريق غزل المحلة، المباراة اللي هتتلعب يوم الأربع الجاي ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز. وكان الأهلي تصدر جدول ترتيب الدوري بعد رفع رصيده ل 12 نقطة بعد فوزه على فريق طلائع الجيش 2-1. بالظبط يا هند. تاني خبر معانا، هيتم اجراء فحص طبي للاعب النادي الاهلي ايمن اشرف قبل مشاركته في التدريبات بكره تحت اشراف الجهاز الطبي بالنادي علشان يطمنوا على حالته قبل مشاركته في التدريبات الجماعيه. وكان ايمن خضع لبرنامج تاهيلي طول الفتره اللي فاتت وعمل فحوصات طبيه خارج مصر علشان يتاكد من ان صحته بقت احسن ويقدر يشارك في الملعب، وده اللي اكد عليه الدكتور احمد ابو علبه رئيس الجهاز الطبي للفريق. ان شاء الله يبقى كويس ويقدر يشارك. ان شاء الله. الف سلامه ايمن اشرف. من الاخبار كمان اللي معانا النهارده، فوز فريق رجال الطايره للنادي الاهلي على مصر البترول 3-0 في الدوري في المباراه اللي اتلعبت امبارح ضمن منافسه بطوله الدوري، وشهدت اداء قوي جدا من الفريقين، بس الاهلي قدر يحسم فوز لصالحه في النهايه. دايما متألقين ان شاء الله. معانا برضو خبر انطلاق بطوله الاهلي المفتوحه للسكواش النهارده على ملاعب فرع النادي بالشيخ زايد بمشاركه 25 نادي وهيئه رياضيه، والمنافسات بيشارك فيها كل المراحل العمريه وهتستمر لحد 8 ديسمبر الجاري. وبيشارك في منافسات الرجال من الاهلي كل من مصطفى عسل ويوسف محمد سليمان وابراهيم القباني، ومن السيدات نادين شاهين وسنة محمود ابراهيم ويثرب عادل، وطبعا بنتمنى لهم كلهم كل التوفيق ان شاء الله. مظبوط، كل التوفيق لكل ابطال الاهلي في كل الرياضات. اخر خبر معانا هيكون عن هاري كان، مهاجم وقائد المنتخب الانجليزي لكره القدم، واللي خرج وقال امنيته لكسر صيامه التهديفي في مباراتهم قدام السنغال في دور 16 من بطوله كاس العالم. والمباراه بالنسبه له فرصه جديده ومهمه علشان يسجل ويهز الشباك بعد ما غاب عنه توفيق في مباريات الدور الاول للبطوله، رغم انه كان توج هداف النسخه الماضيه من المونديال سنه 2018 في روسيا. بالظبط كده. تعالوا بقى نروح لصوره في تعليق زي ما احنا شايفين مع بعض. الصوره هتنزل دلوقتي، صوره النهارده اللي معانا عن النجم الارجنتيني ليونيل ميسي من مباراه امبارح لمنتخب الارجنتين مع استراليا واللي فاز فيها بنتيجه 2-2. ودي بتعتبر مباراه تاريخيه للنجم ميسي لانها المباراه رقم 1000 في مسيرته الاحترافيه اللي مليانه بالانجازات. طبعا مشاركة ميسي في المباراة دي كانت رقم 169 بقميص المنتخب الأرجنتيني، وبعد مواجهة استراليا امبارح يكون ميسي لعب 23 مباراة في كأس العالم بداية من 2006 علشان يتساوى مع النجم الإيطالي باولو مالديني، ويبعد بفارق مباراة عن الألماني ميروسلاف كلوزا وبفارق مباراتين عن صاحب رقم القياسي برصيد 25 مباراة عن الألماني لوثر ماتيوس.
بالظبط يا هند. ميسي كمان ممكن يوصل للرقم القياسي برصيد 26 مباراة لو شارك في كل المباريات اللي جاية مع المنتخب الأرجنتيني لحد الدور قبل النهائي من البطولة. وبكده تكون خلصت فقراتنا الأولى في السريع، وتعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم حلقتنا ونشوف مناورتنا النهاردة هتكون عن إيه. استنوني. ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم حلقتنا، ودلوقتي وصلنا معاكم لتاني فقراتنا المناورة. بما اننا لسه مكملين مع بعض في اجواء كاس العالم اللي نقدر نوصفها بالمجنونه بسبب المفاجآت الكتير اللي حصلت فيها الغير متوقعه، زي خساره وخروج منتخبات كبيره من فرق اقل منها في التصنيف، واحداث تانية كتير جدا مستمره مع الاجواء اللي بيعيش فيها العالم كله مع الساحره المستديره. الموضوع بدا يخش في الجد خلاص، وخلاص وصلنا دلوقتي لدور المجموعات، خلصنا دور المجموعات ووصلنا لدور ال 16 واللي بيخسر بيروح. عايزين نحط ايدينا كده على اهم كام حاجه حصلت في المونديال لينا كعرب وطلعنا بيها من البطوله اللي بتتلعب لاول مره في بلد عربيه اللي هي قطر، وقد ايه كنا حريصين على اننا مش بس ننجح تنظيميا ونشجع كوره، لا كمان احنا بنقول ان احنا كعرب مع قطر اننا قدرنا ان احنا نقدم نفسنا للعالم بصوره حقيقيه عننا، عن هويتنا، صفاتنا، عاداتنا، تقاليدنا، كل حاجه بتخصنا كعرب. بالظبط يا هند، كلامك حقيقي جدا، واول مره احس اننا كلنا كعرب متحدين مع بعض، سواء مصريين، توانسه، مغاربه، قطريين، سعوديين، كلنا بنشجع بعض وبنساند بعض، واقفين في ظهر بعض. ده بالنسبه لي من اكتر اللقطات المهمه في بطوله كاس العالم 2020، ومخلاه ليه طابع خاص ومختلف عن اي كاس عالم اتلعب قبل كده. وحتى لو تلاحظي كده من قبل ما البطوله تبتدي كان في جدل كتير، ازاي من قبل الماتشات ما تبتدي، جدل من مدربين، جدل من جمهور من بلاد كتيره، ان ازاي البطوله هتتعمل في بلد عربيه. كانوا شايفين ان البلد العربيه دي مش هتبقى قد المسؤوليه ولا مؤهله لاستضافه العرب من كل دول العالم ولا تامينهم، لكن اللي حصل من اول يوم ان قطر بجد اثبتت للعالم كله ان الدول العربيه تقدر تعمل اي حاجه وتنجح. ومن الطبيعي ان اي دوله كانت هتتحط في الموقف ده هتحاول ان هي تبين، تقدم احسن ما عندها، تلفت الانظار ليها، تبروز ثقافتها، وده فعلا اللي حصل وتم بشكل بجد تخلي كل عربي يبقى فخور جدا باللي حصل. ده حقيقي وده حاصل فعلا، وكلنا فخورين جدا باللي قطر عملته. قطر كمان استغلت الفرصه دي احسن استغلال، انها تقرب شعوب العالم كله من بعضها، اجبرت العالم بشكل حضاري جدا انهم يبصوا على العرب بشكل كويس، يعرفوا ثقافتنا المختلفه، يتقبلوها، واكدنا ليهم اننا بنسعى للسلام، وهو ده الهدف اللي عايزين نوصله من المناسبات اللي زي دي ومن الرياضه عامه، سواء بقى بنشر عاداتنا، تقاليدنا، مفاهيمنا، افكارنا وارائنا اللي قدرنا ان احنا نوصلها لكل دول العالم. يعني مثلا شفنا اميره من اللقطات المهمه اقامه صلاه الجمعه على استاد ملعب احمد بن علي، الملعب اللي استضاف مباراه ايران وويلز، وقد ايه كان في احترام من الكل لمناسك الصلاه من الجميع. حقيقي. العيله البرازيليه كمان العيله كامله دخلوا في الاسلام وخرجوا وعبروا عن سعادتهم بالقرار اللي خدوه بعد ما شافوا كل حاجه تخليهم يعتنقوا الدين الاسلامي، وده اللي بياكد عليه اننا عندنا حريه التعبير وعندنا حريه الراي عكس كل الاستيريوتايبس اللي بتتقال عن العرب. بالظبط يا هند، بالظبط. انت عارفه كمان يا هند، يعني لو بصينا من بدايه حفل الافتتاح اللي وصفها العالم كله بانها بجد تاريخيه، بدايه من قراءه ايات قران في بداية الحفل، وبعد كده شفنا الميكس الجميل ما بين غانم المفتاح سفير النوايا الحسنة القطري، واللي كانت قصته أصلا نفسه مصدر إلهام ناس كتير، مع الممثل الأمريكي الشهير مورجان فريمان. ده بيدل طبعا على أننا ضد التنمر، ضد العنصرية، ضد كل الحاجات اللي بتتصدر لنا من أفكار وبنتهم بيها من أفكار. طبعا غير فقرات، انت عارفاني بحب الغنى والرقص، غير فقرات الرقص والغنى على طريقة التراث العربي، يعني الحفلة بكل تفاصيلها كانت بتأكد على احترام الثقافات، تمسك الدول العربية بتراثها وهويتها، وده اللي المفروض يكون فخر لكل عربي. من الحاجات المهمة جدا اللي قضت عليها البطولة، الحاجات المهمة قوي 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 كمان، ان احنا قدرنا نقضي على الاستعلاء الغربي والألماني خصوصا على العرب، بعد ما قطر والدول العربية كلها حذرت، رفع أعلام وشعار الانحلال الجنسية جوه الملعب. بالظبط،
وبره الملعب اتمنع، كل ده اتمنع لان دي حاجه احنا كلنا ضدها وعمرنا ما نتقبلها. وزي ما شفنا اللي حصل طبعا مع منتخب المانيا واللي عملوه خلى العالم كله يكون ضدهم وشمتان فيهم بعد خروجهم من كاس العالم، لان انت في الاخر جاي بلدي وبتلعب على ارضي، يبقى لازم تحترم قوانيني وتحترم عاداتي وتقاليدي وكل اللي بيحكم بلدي، زي ما انت بالظبط بتكون عايزني احترم كل حاجه في بلدك، فلازم انت كمان تحترمني. فدي من الحاجات المهمه جدا اللي حصلت. مظبوط. وكان حاجه غريبه بالنسبه لي انه الاقي ناس من الغرب بيحاولوا ان هم يكسروا قوانين في بلد تانية غير بلدهم، لانه احنا ما تعودناش على ده. غريبة. يعني كانت بالنسبه لي غريبه جدا جدا. على المستوى الرياضي بقى، خليني اقول ان كمنتخبات عربيه مشاركه في البطوله قدمنا مستويات هايله ومشرفه جدا جدا جدا. السعوديه تكسب الارجنتين بميسي، تونس بتكسب فرنسا بطل العالم، المغرب بتكسب بلجيكا وبتتعادل مع كرواتيا. يعني رياضيا المستوى اللي وصلنا له في النسخه دي من كاس العالم كان كويس جدا جدا جدا. اعتقد ان منتخب مصر لو كان شارك ما كانش هيقل عن اي منتخب من دول. بس خلينا نتكلم يا اميره برضو عن قائمه المحظورات او الحملات اللي نشرها المغردين على تويتر لاحترام ضوابط المجتمع القطري والمجتمعات العربيه، اللي كان منها طبعا حظر المشروبات الكحوليه، الالفاظ الخارجه والحاجات ايا كانت اللي مش بتتناسب مع ثقافتنا كعرب. في ناس اتضايقت وقالت ده حظر الحريه واعترضت، بس انا شايفه ان دي رساله واضحه وصريحه اننا كعرب لدول العالم اننا مش قليلين، احنا مجتمعات مهمه، احنا مجتمعات ليها صوتها وصوتها عالي ومؤثر، كلنا ايد واحده، كلنا مع بعض. من وجهه نظري ان احنا كعرب كلنا محتاجين بطوله زي دي تجمع ما بيننا، خصوصا وان الرياضه زي ما بيقولوا عليها هي القوى الناعمه، اداه لتغيير وتوحيد الشعوب، وبتخلق دايما 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 الامل وبتحسسنا بالفخر لما بيكون عندنا بطوله زي دي على ارضنا. بالظبط يا هند، كلامك مظبوط. وطبعا احنا لسه بنتابع مباريات كاس العالم معاكم، اكيد اللقطات لسه ما خلصتش، بس دلوقتي خلصت منورتنا. عايزينكم تشاركونا رايكم، شايفين اننا كعرب نجحنا في اننا نوصل صوتنا عن طريق بطوله كاس العالم ولا لا؟ شاركوا معانا برايكم. وتعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم حلقتنا. ورجعنا لكم مره ثانيه ولسه مكملين معاكم حلقتنا النهارده، ووصلنا دلوقتي لفقره الستات بتلعبها صح. زي ما قلنا قبل كده، الست دايما بتحدد هدفها وتحط الخطه التمام وتدوس بنزين على طول. والنهارده معانا ضيفه قررت تمحي الماضي باستيكه وتقوم كده تصلب طولها وتدينا عصاره خبرتها. في البدايه نشرت كتاب اسمه سلام اسود، نقلت فيه تجربتها ومحنتها. بمعنى ادق، الناس اتفعلت قوي معاها ومع الكتاب ومع موضوعاته، فقررت تقدم محتوى على السوشيال ميديا عن العلاقات والصحه النفسيه بعنوان موقف السلام. ومن اول حلقه كسرت الدنيا وجمعت الاف من المشاهدات بشكل غير متوقع. عشان كده قررنا النهارده نتكلم عن موقف السلام وطريقه منين، عشان احنا محتاجينه، مع صناعه المحتوى ايه شعيب. ايه اهلا بيكي ومنورانا. اهلا بيكي، منورانا. وعايزه اقول لك بس انه انا في فيديوز معينه ليكي كنت بمر باوقات صعبه وكانت بتطلع قدامي، اقعد اقول هي مين البنت دي وازاي عرفت، يعني مين قال لها، مين حكى لها؟ ده كلام كبير قوي. والله العظيم بجد. خلينا نبتدي الاول من التحول، ايه اللي حصل علشان تعملي موقف السلام؟ هو ايه اللي حصل عشان ابدا اهتم اصلا بالجزء النفسي وبالصحه النفسيه؟ ان انا كان عندي تجربه مع الاكتئاب، يعني قعدت 3 سنين عندي اكتئاب حاد، فكنت حاسه شويه بالتخبط، ما كنتش عارفه يعني منين بنروح فين. اوكي هنروح لثيرابيست وهنروح دكتور، بس هنقول ايه؟ هنبدا من زمان قوي ولا نتكلم في اللي احنا فيه دلوقتي؟ طب اللي احنا فيه دلوقتي ده وصلنا له اصلا ازاي؟ ما هو بسبب اللي فات. التفاصيل اللي كلنا بنغرق فيها دي. فاخدت وقت طويل على ما فهمت انه التعافي لازم له وعي ولازم له ادراك ولازم له متابعه مع طبيب، ولازم تتكلمي وممكن نكتب وممكن نسمع مزيكا، وفي نفس الوقت لازم نبقى حنينين على نفسنا. وحاجات كتير حسيت ان انا لو كتبتها في كتاب او لو طلعت قلتها للناس ممكن تاثر مسافات. هي الفكره جت من هنا. الفكره يعني صح ان انت لما بتعيشي المعاناه وصولك للناس بيبقى اسرع. زي ما هند بتقول، هو انت ازاي عارفه اللي انت بتقولي؟ انت جربتي فعشتي المأساه فعارفه تشرحيها بتفاصيلها، غير لما الواحد ما بيكونش مر باي ازمه نفسيه فما بيبقاش قادر يحس باللي قدامه. السؤال الاول بس عشان لازم نسالك طبعا عن كاس العالم، مهتمه بكاس العالم، متابعه ولا لا؟ والله مش متابعه قوي، لان انا يعني بشتغل كتير جدا جدا، بس انا يعني بشوف الترندات اللي بتطلع على الفيسبوك
وبتابع من خلال الفيسبوك يعني طيب. للاسف انا طبعا كنت قلبا وقالبا مع المنتخبات العربيه يعني بدايه يعني كنت فخوره جدا بانه عندنا منتخبات كتير بتلعب في كاس العالم. كنت فرحانه جدا بالسعوديه، بحبهم بشكل شخصي وبحب كل حاجه بيعملوها يعني فعلا. بس آية، بعد ما قلت لنا بقى قصة التجربة الشخصية انه انت عديتي بالاكتئاب وبعد الاكتئاب قررتي ان انت تخرجي منه وتفيدي ناس وتحكي لهم قصتك او ده يساعدك، تقلتي ده مثلا، ذاكرتي، عملتي، ولا كله مبني على تجربة شخصية 100%؟ لا، هو في الحقيقة الفكرة بس هي اللي بتبقى يعني based on experience، انه اللي متعورة فيه اوكي يلا نعمله موضوع ونتكلم فيه، بس لما تيجي تكلمي الناس لا طبعا لازم يبقى بالورقة والقلم وبالعلم وكده. لان انا شفتك فعلا تقولي statistics في حاجات كتير. بالظبط، انا بذاكر كتير قوي ومن زمان بذاكر عشان انجو يعني، فالموضوع دلوقتي طبعا بقى واخد شكل تاني، لانه انت لما تبقي بتذاكري لنفسك غير لما تبقي بتذاكري عشان تطلعي تقولي معلومة لازم يبقى فيها مصداقية. فلا بذاكر كتير قوي وبعمل ريسيرش كتير قوي قوي قوي، عشان كده ما بقدرش اعمل اكتر من 4 حلقات في الشهر، يا حلقه في الاسبوع، الحلقه ماكسيمم 10 دقائق دي بقعد اعملها بقى في اسبوع مثلا عشان تذاكري لها، عشان اطلع ارقام واطلع حاجات. هي بس كمان الفكره في علم النفس انه ما فيش يعني علم النفس مدارس صح ونظريات، وفي نظريات بتضحض نظريات تانية، وفي مفيش صح قوي ومفيش غلط قوي بالظبط. ولازم يبقى في يعني عشان نوصل للعلاج، لا لازم يبقى 1-to-1 سيشن. الناس بتبقى متخيله ان الفيديو ده انا هقول لهم في حل سحري، لا احنا عليك. بس بننور حاجات، لكن العلاج عند الدكتور، عند الثيرابيست، عند الشخص المختص. انا مش شخص مختص، انا بعمل هايلايتنج بس على الحاجات المهمه يعني. اول لما ابتديتي فيديوهاتك شفتي رد فعل الناس ازاي؟ لا اتخضيت طبعا، انا الصفحه كان عليها 800 بني ادم، وكنت بتكلم عن الراجل التوكسيك عشان ده موضوع محروق اصلا. ما هو محروق جدا، عمره ما بيتحرق، ما بيخلص عمره ما يبقى اولد ديتد طول الوقت. كلمه توكسيك دي بتلم الناس حواليها. فلا انا كنت برميه عشان البني ادم التوكسيك برضو بيلم الناس حواليه. طبعا دي حاجه غريبه، ما دي على فكره ما دي من صفاته دي حاجه ايوه كده عامل زي السحر. طبعا عنده حاجات، عنده حاجات، وهو منور عن الشخص العادي. ليه بقى؟ خلينا نتكلم في ده. اوكي، يعني هو بيبقى كاريزماتيك جدا، يعني بيبقى كاريزماتيك جدا وبيبقى عارف ادواته صح، وبيبقى عنده طريقه في التلاعب، وبيبقى شخصيه مركبه. يعني دايما الشخص السالك مش هتاخدي بالك منه قوي، عارفه لازم يتنطط لك فاهمه، لكن مش هي سحره مش ظاهر. انما الشخصيات التانية دي بتبقى شخصيات جذابه جدا، وبيبقى عنده شخصيه وعنده حاجات يلعبك بيها، عنده حاجات يبهرك بيها. اعمل ايه لو اقرب حد ليا شخص توكسيك؟ اعمل ايه لو حبيت حد توكسيك؟ حبيته واللي حصل حصل، حبيته واللي حصل حصل. بنحاول طبعا معاه، لانه انا بصراحه مقتنعه انه دايما في حل. يعني انا ما بحبش اتكلم قوي في الحته دي، ما بحبش اتكلم عن الشخصيات دي، بحب اتكلم اكتر عن الضحايا او اقول للضحايا يعملوا ايه يعني يعرفوهم ازاي على الاقل. بالظبط. بس في الاخر ما فيش حاجه ما لهاش علاج. هو اهم حاجه ان الشخص نفسه يدرك ان هو مصدر اذى للاخرين، لو وجعاه الحته دي هيصلحها يعني. يعني بصي، انت بتقولي حاجه مهمه قوي. يعني انا لو قدامي دلوقتي الشخص توكسيك وانا مطالبه ان انا اتعامل معاه زي ما هند بتقول او قريب مني، اقدر ادافع عن نفسي ازاي واحط ليها حدود؟ يعني احنا اتعلمنا في حياتنا ان انت مهما حاولتي مش تقدري تغيري اللي قدامك. ونسبه الاشخاص السامه دول بجد بقوا في حياتنا كتير. صفاتهم هم باينين، يعني هم بيقعدوا معاكي كده تحسي فعلا شدوكي ودمروا حياتك. ممكن يبقى اي حد في الدنيا كده. فازاي احمي انا نفسي من الشخص التوكسيك؟ ان احط حدود لنفسي، مش لاني مش هعرف اغيره ومش هسيبه. فلنفرض ان العلاقه، انت بتقولي كل حاجه حاله مختلفه بالزبط. فممكن كيس واحده مرتبطه بواحد متجوزاه مش تقدر تسيبه. نعمل ايه عشان نحمي نفسنا؟ والله بصي، هو دايما المفتاح بيبقى في ان احنا نقدر نفسنا ونحب نفسنا عشان خاطر ما نجيش علينا زياده. لان انت كل ما بتيجي على نفسك كل ما بتفتحي ابواب اكتر للاستباحه. واحنا عموما كبشر، حتى لو مش بتتعاملي مع حد توكسيك، حتى لو بتتعاملي مع انسان عادي، بس تفضلي تدي 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 من غير حساب، خلاص هيتعود، هيبقى بالنسبه له الدنيا يعني خلاص، ما براح، انت مالك في ايه، ما احنا متعودين على كده، ايه اللي غيرك بالظبط؟ الشخص بقى اللي بيبقى عنده سمات سامه بيبقى اصلا يعني استهدافي اكتر، بيبقى عارف بيوقع مين، بيبقى عارف يجيبك ازاي، يستغلك ازاي، سواء بقى مدير، سواء صديق، سواء ايا كان، بيبقوا شاطرين. حدودنا ان احنا نحب نفسنا، اللي بتعمليه للاخر تعملي لنفسك منه ولو جزء. احنا ما بنعملش كده، احنا ما بنشوفش نفسنا اصلا، سبيشالي في العلاقات. يعني في العلاقات دايما احنا
هو كده الناس نوعين، نوع معطاء زياده عن اللزوم ونوع يعني بياخد على قد ما يقدر. فهي الحدود ان احنا نحب نفسنا وان احنا نقدر نفسنا، لان احنا لو ما عملناش ده محدش هيعمله بالمناسبه حتى لو شخص كويس. في ناس مش هقدر احط بيني وبينهم حدود، زي امي زي ابويا زي اخواتي، مفيش حد ما يتحطلوش حدود. هعمل ايه لو مامتي او بابايا توكس؟ مفيش حد ما يتحطلوش حدود، كل حقيقة. الناس بيتحط لها حدود، ولادك لو انت ام بيتحط لهم حدود حقيقة. اصل هي بس الفكره كلها ان هي حاجه مش متعرف عليها. احنا يا ده ماما وبابا احنا اهل يا عيب يا سيد احنا اهل، احنا ماشيين بالنظريه دي. لا، اي حد في الدنيا بيتحط له حدود. وتاني حدودي هي ان انا ابقى يعني مرتاح في جلدي، ما اجيش على نفسي زياده، ما اقدمش اكتر من اللي باخده قوي، كل ما هو متبادل مستمر. الاهل طبعا انا ضد الصدام مع الاهل، يعني لو بنتكلم عن شخصيات سامة انا ضد الصدام، لان الاهل مش هيتغيروا وهم مفروضين علينا. فانا مع ان احنا نحط حدود، اللي هو ماما بتتنمر عليا، ماما وقفي ده، ماما وقفي ده، ماما ده بيأذيني، كلام واضح وصريح وتو ذا بوينت، ومره واثنين وثلاثه، ويتقال في المقابل اللي انت بتعمليه ده على فكره هنقضي وقت اقل مع بعض. لو هي بتدخلي من حته ان انا بحكي لها على كل حاجه، من حقي ان انا اوقف على فكره واحكي بس اللي انا عايزاه يعني كده. وهي كلها بتيجي بالتدريب، لان هم في الاخر اهلنا، فعشان تفكي التشابك ده الموضوع صعب. الناس بتتصور ان احنا هنقول لهم 1 2 3 4 خلاص الوصفه السحريه لا احنا عايشين عمرنا كله على سيستم، فعشان تغيري السيستم ده لا، هناخد وقت ومجهود وتدريب، بس اهم حاجه الثبات. خدتي القرار ترجعيش عنه، اقفي مكانك، مش مهم تطلعي لقدام، بس مهم تفضلي واقفه مكانك على قد ما تقدري. هي دي الفكره كمان، ان احنا كمجتمع فعلا ده ابوكي وامك يعني ستي ومفيش عندنا، بس بالتدريج ده. فعلا طيب ايه المواصفات اللي بتخلي الشخص التوكسيك يروح لي، يبقى عارف ان انا فيها مواصفات، يعني انا الضحيه؟ هما بيتشدوا ايه اللي بيشدوا؟ شخصيات معينه. ايه الشخصيات اللي بتشد الشخص التوكسيك ان هو يقرب مني ويحس ان هو هيمارس كل نفسيته عليا؟ بصي، احنا اغلبنا اعتماديين بالفطره، شخصيات اعتماديه، يعني ما بنقدرش نبقى لوحدنا، دايما بيبقى عندنا حته اعتماديه عاطفيه. دي مدخل قوي جدا لاي شخص سام. الاعتماديه العاطفيه دي اللي هي حاجات احنا مفتقدينها من الطفوله، واغلبنا برضو مفتقد حاجات، يعني ما فيش حد هيبص ورا هيلاقي طفوله سليمه 100%. واهالينا ما كانش عندهم الوعي، فمش هنقول واهالينا ما كانش عندهم طفوله سليمه، ما كان بالظبط، ما هي بقى يعني سيركل كده مقفوله بالظبط. فاغلبنا عنده حته الاعتماديه العاطفيه دي، ما نقدرش نتنفس من غير بارتنر، احنا لنفسنا مش كفايه، طول الوقت بنبقى حاسين بالوحده، طول الوقت عايزين كومباني. فده مدخل يعني سهل جدا لاي شخص ان هو يدخل، هيعرف بقى يسيطر عليك، هيعرف يجيبك من الحته دي. أوكي. الناس اللي عندها استقلاليه شويه عاطفيه واحتياجاتها العاطفيه مش مأثره عليها، هما بيبقوا يعني لا مش هيقرب لها اصلا. فاهمه قصدك. قبل ما نخش على فقره الاسئله السريعه، عايزاكي في نقط كده تقولي لي ازاي نطلع اولاد اسوياء عندهم شخصيه سليمه، يقدروا يعيشوا حياتهم من غير كلاكيع اللي للاسف كلنا خدناها غصب عننا. نحبهم زي ما هم، حب غير مشروط بجد بقى، لانه جمله الحب الغير مشروط دي بتتقال بس ما بيتعملش بيها خالص خالص. حب غير مشروط يعني احبه وهو ناجح، يعني ما عاقبوش بحبي، ما عاقبوش ببعدي عنه، احنا هنفضل طول الوقت حاضنين بعض، وهنفضل طول الوقت نقول لبعض كلام ايجابي مهما كنت انت بتعمل ايه. لا نجاحه يخليني اخد منه موقف، ولا لانه في الاخر كل انسان وليه قدرات، والدعم بيجي عن طريق ان احنا ندعم الشخص في كل الاوقات، عشان يحس طول الوقت ان هو عنده باك اب، ويحس ان هو مش محتاج يبذل مجهود عشان يتحب. احنا طول الوقت حاسين ان احنا مش كفايه، احنا لازم نحسس الاولاد ان هم كفايه، عشان ما يطلعوش عندهم اخرام يدخلوا لها بقى منهم الاشخاص السمين يعني. فحب ودعم وحنان واحضان كتير، مشاعر كتير. مشاعر لازم الطفل يطلع شبعان مشاعر قوي قوي قوي، عشان شبعان كل حاجه. طيب احنا للاسف الوقت خلص، بس في شويه اسئله سريعه هنسالها لك، وبعد كده خلي اجاباتك سريعه. هنبتدي كده سريعا، ايه اللعبه اللي بتحبيها؟ كره قدم، تنس، طايره؟ كره قدم. كره قدم. مين مثلك الاعلى من لعيبه المنتخب ده؟ المنتخب بتاعنا انا طبعا بحب محمد صلاح جدا، كلنا فخر العرب. بتشجعي مين منتخبات اوروبيه؟ انت قلتي منتخبات العربيه في اوروبيه. انا بحب ايطاليا قوي. ايطاليا قوي. اوكي. تحبي تتفرجي على الماتش في البيت ولا مع صحابك ولا في وسط جماهير في الملعب؟ عمري ما جربت حكايه الملعب دي، بس مع صحابي بيبقى الموضوع لطيف طبعا. بتتفرجي على كره القدم النسائيه؟
بتعدي قدامي حاجات، مش متابعه حاجات بس بتعدي قدامي حاجات، وبحترمهم قوي بصراحه. بحس ان هم لو اي شعيب هتكون في الملعب، هتحبي تختاري تكوني مدافع ولا مهاجم؟ لا ولا وسط؟ هجومي قوي قوي. انا اكيد هاجم. انا بهاجم طول الوقت. اوكي تمام. أيوة نورتينا، وانا بشكرك بشكرك على المحتوى اللي بتقدميه، بشكرك على وجودك معانا النهارده، وكملي في اللي انت بتعمليه ده، لانه في ناس كتير جدا 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 بتتكسف تروح لدكتور، فملجأها الوحيد هو ان هم يشوفوا حد زيك بيتكلم عن اعمل ايه. صحيح. بيبقوا واقفين مش عارفين يعملوا ايه، فبشكرك ونورتينا. شكرا ليك والله، انا كنت مبسوطه قوي ان انا معاكم النهارده. احنا كمان. فقرة الستات بتلعبها صح كده خلصت. تعالوا نطلع فاصل سريع ونرجع مرة تانية. ورجعنا لكم مرة تانية، وصلنا معاكم لفقرة 2 على 1. ضيفنا النهاردة واحد من أفضل مدربين حراس المرمى اللي موجودين دلوقتي في مصر، اشتغل في قطاعات الناشئين، اشتغل في الدوري، وكمان مع منتخبات الشباب. هنتكلم معاه عن مستقبل حراسة المرمى في مصر ومنتخب الشباب اللي عنده بطولة قوية جدا 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 ومؤهلة لكأس العالم، واستعدادات اللاعبين، وهنتكلم عن النادي الأهلي وماتشات الدوري وكمان ماتشات كأس العالم اللي خلاص وصلنا فيها لدور الـ16. تعالوا نشوف مين معانا ونرجع لحضراتكم تاني. أو خلونا الأول أرحب بكابتن، برحب بحضرتك كابتن إيهاب جلال، منورنا في الحريف. أنا أشكرك جدا، طبعا أول مرة أكون معاكم، طبعا مبسوط جدا، وألف مبروك على البرنامج وربنا يوفقكم طبعا إن شاء الله. منورنا طبعا ومشرفنا الكابتن إيهاب جلال نجم الأهلي السابق ومدرب حراس مرمى منتخب الشباب، بنرحب بك يا كابتن. في الأول عايزين نتكلم معاك عن منتخب الشباب ونطمن الجمهور على منتخبنا واللاعبين والناشئين، خصوصا إن في تصفيات وبطولة كبيرة داخلين عليها، عايزين نعرف إيه أخبار المعسكر اللي إحنا فيه، وهنلعب الشهر ده، هيبقى فيه مباريات وديه ولا لا، وكل حاجه، طمنا عن كل حاجه. طبعا الحمد لله، طبعا برحب بيكم، طبعا اشكركم جدا على الاستضافه. الحمد لله احنا ماشيين بخطى كويسه جدا، عندنا قوام اساسي للفريق المنتخب الحمد لله. لعبنا الشهر اللي فات شهر 11 لعبنا مباراتين بنين افريقيه، طبعا كنا محتاجين جدا ان احنا نلعب المباراتين دولت، وان شاء الله شهر 12 اللي احنا فيه ده على يوم 20 ان شاء الله في معسكر لمدة 10 أيام، هيتخللها برضو مباراتين أفريقيتين طبعا، لأعتقد زامبيا أو نيجيريا، لسه مش عارفين مين اللي ممكن يجي، إنما مباراتين إحنا محتاجينهم جدا، لأن إحنا طبعا هنلعب مع أفريقيا في بطولة أمم أفريقيا في مصر هنا، اللي هتستضيفها مصر إن شاء الله في شهر فبراير. كنا محتاجين جدا، احنا لعبنا كتير جدا مع شمال افريقيا وبطولات عربيه، انما ما كانش فيه افريقيا اللي هم القاره السمراء يعني، وده مهم جدا لان الاولاد لازم ياخدوا على الاجواء الافريقيه والاجواء القويه، لانهم التحاماتهم قويه جدا جسديا جدا. جسديا مختلفين قوي يعني. مختلفين تماما. لعبنا بنين، لعبنا مباراتين، لعبنا اول مباراه كسبنا 1-0، المباراه الثانيه اتطرد مننا لعيب وتعادلنا المباراه دي 0-0. الاستفاده من المباراتين كانت هي مش النتيجه، هي على قد ما اللعيبه تاخد القوه والطف مع اللعيبه الافارقه، لان شمال افريقيا غير طبعا الافارقه القاره السمراء طبعا، وده كان مهم جدا ان احنا نشتغل على الموضوع دوت. الحمد لله اتحاد الكره وفر لنا المباراتين دولت، وان شاء الله في شهر 12 يوم 20/12 ان شاء الله عندنا معسكر لمده 10 ايام هنلعب المباراتين الافريقيتين دولت، زامبيا او نيجيريا، مش مهم، مش مشكله اي فرقه فيهم، لان طبعا احنا محتاجين القوه والعنصر القوي والبدني والجري كتير مع الفرقه الافريقيه دي، لان ده اللي هنقابله في بطوله افريقيا ان شاء الله. كابتن، احنا عندنا محترفين في المنتخب، عندنا كابتن بلال مظهر واحمد نادر السيد، بتشوف ده بيفيد وصلاح باشا؟ وصلاح ده بيفيد المنتخب ازاي من وجهه نظرك؟ بص حضرتك، طبعا بيفيد طبعا كتير جدا، انما انا شايف السن ده بالذات الاجواء المصريه بتبقى افضل كتير، غير طبعا الدرجه الاولى، يعني زي محمد صلاح في ليفربول، ده بتبقى افضل كتير لمنتخب مصر الكبير. انما في الناشئين اعتقد، لان انا كنت برضو قعدت فتره كتيره جدا في المانيا وكنت بشوف الناشئين هناك اللعب مش زي في مصر، يعني اللعب هناك يعني سلس شويه، غير الدوري المصري عندنا يعني. فده في مرحله الشباب والناشئين، انا بتكلم على مرحله الشباب مش الدرجه الاولى، الدرجه دي حاجه ثانيه خالص. انما طبعا بنستفيد، لان احمد نادر استفاد جدا من احترافه بره، مظهر، صلاح باشا بيلعب في اودونيزي في ايطاليا، عالي جدا، ولعب اخر السنه اللي فاتت اخر 4 مباريات مع اودونيزي ضد الانتر،
وتورينو يعني استفاد. يعني انا شايف طبعا اي لعيب محترف واكيد هيستفيد واحنا هنستفاد طبعا، وده مهم بس جدا. بس انت بتفضل في السن ده انه يكون بيلعب ماتشات في مصر اكتر، اللي انا من وجهه نظري انا اللي انا شايفه، لان انا عشت بره وشفت الكلام ده. انما هنا العنصر البدني اقوى كتير، هناك بيلعبوا يعني مش الموضوع عندهم ان ياخد بطوله، ان هنا الموضوع عندك لازم تاخد بطوله، فبيحمس اللعيب، اللعيب لازم يكون موجود. ده اللي انا شفته الفرق بين هنا وهناك يعني. انما لعيب طبعا لعيب محترف بيلعب في نادي كبير طبعا ده مهم جدا وحاجه جميله ورائعه يعني. بالظبط. كابتن ايهاب، ايه المطلوب من حارس المرمى الشاب علشان يقدر يقود فريقه، وازاي يتعامل مع الضغط الجمهور بتاع نادي؟ بص حضرتك، المدرب ليه عامل مهم جدا في الموضوع، موضوع اللي هو الولد يكون شاب صغير او في مرحله الشباب بعد المراهقه، لازم في المدرب لازم يتعامل كنوع من الاب شويه. يعني لازم اللعيب عشان يشيل الضغط من عليه لازم العامل النفسي يكون عالي جدا. لازم يتعامل عامل نفسي رهيب جدا، لازم يتعامل يعني اهم حاجه، اهم من التدريب واهم من الفني واهم من التاكتكس والحاجات دي كلها، لازم العامل النفسي يبقى مهم جدا، ولازم المدرب يكون دارس عامل نفسي كويس جدا بالنسبه للاعب او في المرحله السنيه دي، مهمه جدا جدا جدا. يعني انا كنت في عندنا بطوله عربيه في السعوديه، كنت بتعامل مع احمد نادر والحراس اللي معايا بالاكثر من التدريب هو العامل النفسي، وانا نجحت في الحته دي وخد احسن حارس مرمى في البطوله. ده مهم جدا، بنيت ثقته بنفسه. برافو عليكي. وكان لان كان عندنا الجمهور في السعوديه كان ما شاء الله رهيب جدا، كان الاستاد مثلا بيبقى عليه اقل حاجه 40,000 متفرج بين مصر والسعوديه طبعا، لما كنا بنلعب المغرب كان جمهورنا كبير جدا. في المباراه النهائيه لما لعبنا مع السعوديه كان حوالي اكتر من 40,000 متفرج. فعشان تشيل الضغط من على اللعيب ده لازم يتعامل نفسي كويس جدا، يعني اكتر ما انا كنت بمرن اكتر ما انا اكتر حاجه كنت بديها لهم ان هو العامل النفسي، لانه لازم ترفع من روحه المعنويه كتير، ولازم تفهمين ان هو احسن حارس وحارس كويس وبتلعب في منتخب مصر. يعني انت اكبر يعني انت رقم واحد في مصر في سنك. فلازم العامل النفسي مهم جدا عشان تقدري تاخدي كل حاجه من اللعيب. صحيح. مهم جدا. واعتقد ان ده بيربطنا برضو بالعامل النفسي او الكيمياء اللي المفروض تكون ما بين المدرب الفني والجماهير. برافو يعني عليك. ده الاساس. برافو عليك. ده مهم جدا على اساس ان برضو يشيلوا الضغط من اللعيبه نفسها. يعني المدرب لازم يكون ملم بالمواضيع دي كلها، ملم بالاجواء الموجوده بالمحيطه. عنده كيمياء ما بين الجمهور. طبعا. يعني بعد كل مباراه من اول ما بدانا مباراه المغرب كسبناها 2-1، كان قد ايه الجماهير المصريه كانت بتقعد تحتينا عند الفندق تحتينا، حاجه كانك في مصر بالظبط. يعني انا ما شفتش كده. هنشكر طبعا الجاليه المصريه في السعوديه، بنشكرها جدا، ساندتنا بشكل رهيب جدا، بشكل فظيع، بشكل جميل جدا. وبنشكر طبعا السعوديين اللي هم كانوا يعني ان هم اللي هم عايشين هناك، اللي عايشين هناك واللي هم عملوا البطوله العربيه حاجه رائعه جدا، بنشكرهم جدا. انما عايز اقول لحضرتك، من اول ماتش المغرب للجزائر للسعوديه كانت الجماهير يعني فظيعه جدا، كبيره جدا. يعني كان لازم العامل النفسي للعيب لازم يكون موجود في الوقت ده بالذات علشان تشيل عليه الضغط، لان اول مره يشوف، اول مره يلعب ضد جماهير. فده مهم جدا ان يكون المدرب يكون فاهم الحته دي كويس ويعرف يتعامل معاها. طبعا ده مهم جدا. كابتن، شفت مباراه الاهلي الاخيره مع طلائع الجيش؟ اكيد طبعا. كان في لقطه يمكن ناس كتير جدا انتقدت اللقطه دي، وناس كانوا شايفين انه لا هو ده كان الصح، لما حارس مرمى طلائع الجيش تسبب في ضربه جزاء وخرج وتم استبداله بحارس تاني قبل ضربه الجزاء على طول. في ناس كتير قالت انه ده يهز ثقه الحارس في نفسه، لا كان المدير الفني يسيبه. انت كنت شايف لقطه زي دي ازاي، وهل انت مع قرار زي ده ولا لا؟ لا انا مش مع القرار ده خالص. لازم الحارس يكمل، عشان زي ما حضرتك قلتي كده، جميل جدا حضرتك قلتيه، ان هو هيتاثر نفسيا. وانا مش عاوز، انا لسه كنا بنتكلم عن نفسي، العامل النفسي مهم جدا للعيب. يعني لو حضرتك تشوفي انا عشان راجل محاضر وبتكلم في المواضيع دي كتير، اهم عنصر في عنصر الرياضه او في كره القدم هو العامل النفسي. 70% من اللاعب هو العامل النفسي بتاعه، بعد كده يجي العامل الفني وعامل البدني، كل ده يجي بعد العامل النفسي. العامل النفسي مهم جدا جدا للاعب او في كره القدم اللي احنا بنتكلم فيها. يعني فموضوع زي دوت اتبدل حارس المرمى عشان غلط او عمل ضربه جزاء، ده يعني ده بعيد خالص عن انك انت
يعني بتديله غرامه او موضوع مش كويس يعني، خليه يكمل وبعد كده نتحاسب بعدين بعد المباراه. انما انت دلوقتي انت خسرته وخسرت الحارس اللي نزل كمان، يعني انت لازم بعد المباراه تقعد معاه وتتكلم مع الحراس على اساس برضو انا ممكن اعادك المباراه الجايه، بس يكون بعامل نفسي كويس، ان انا اتعامل مع حارس المرمى كويس، لان حارس المرمى غير اي لعيب. الحارس لو ما عندوش العامل النفسي عالي جدا مش هتاخد منه اي حاجه في المباراه، ده مهم جدا. انما انت تطلعه عشان غلط، طبعا احنا بنتكلم على اللي احنا شايفينه، انا ما اعرفش ايه اللي حصل في المباراه، احنا بنتكلم عن مشهد في مباراه الاهلي وطلائع الجيش اللي شفناه كلنا. ده بالنسبه لي انا كمدرب حراس مرمى او مدرب فني ما ينفعش خالص انك تعمل حاجه زي كده، تخليه يكمل المباراه وبعد المباراه يتحاسب، ما فيش اي مشكله خالص. انما اللي انا شايفه حضرتك يعني قلتي حاجه جميله جدا، ان انت خلى المنظر مش حلو بالنسبه له، يعني المنظر مش كويس، وانت خسرته كده، انت خسرت الحارس المرمى ده، ثقته في نفسه يعني اهتزت في تمام. الارض بعد مشهد زي ده قدام كل الكاميرات قدام الجماهير وبيلعب مع النادي الاهلي، يعني انت عايز بعد كده اعلى فرقه في مصر بتلعبها وتتشال كده او تغيرك عشان عملت ضربه جزاء او غلطت في المباراه، ده انا شايف ان هو موضوع مش كويس يعني من وجهه نظري انا كمدرب يعني. مظبوط. كابتن ايهاب، عندنا ماتش قوي مهم جدا مع غزل المحله، ويمكن غزل المحله دلوقتي فريق يعني واصل لمستوى قوي وتاني الدوري، والفرق بينه وبين الاهلي بسيط، شايف الماتش ده هيكون ازاي؟ ماتش صعب طبعا. ليه؟ لان المحله المدرب اللي معاها الاجنبي مدرب كويس جدا، خلاهم يعرفوا يلعبوا كوره. المحله طبعا فرقه كبيره وفرقه جماهيريه وانا بحبها جدا من زمان، لان فرقه قويه جدا ونادي قوي جدا، انما كان محتاج انه كان عنده مدرب كويس انه يدي يعرف ازاي يخلي اللعيبه تلعب وخليها في مكانتها المعروفه، يعني الفريق غزل المحله يعني. لان انا عاشرت غزل المحله من زمان قوي لما كنت بلعب في النادي الاهلي، فرقه كبيره وفرقه قويه جدا ونادي كبير وشركه كبيره جدا، فلازم يكون مكانتها كده بصراحه. انما النادي الاهلي طبعا النادي الاهلي بطل افريقيا وبطل مصر، طبعا الطبيعي جدا او على الورق ان النادي الاهلي يكسب يعني، بس هي المباراه صعبه. توقعات الماتش؟ لا الاهلي يكسب. مارسيل كولر مع الاهلي، الروتيشن اللي بيعمله مع اللعيبه، انه اللعيبه اللي كانت تلعب ما تلعبش ويلعب الصغيرين، بتشوف ازاي وجهه نظره في الماتشات اللي احنا شايفينها اللي هي مختلفه تماما، يعني يمكن قريب شويه من فايلر في حاجات، بس برضو كولر مختلف في كل وجهات نظره في الماتشات، تشوف ده ازاي؟ كولر يعني من وجهه نظري احسن من فايلر بكتير. من وجهه نظري ان انا عارف كولر لما كنت في المانيا كان بيلعب هو ساعتها في بايرن ميونخ وكان لعيب كبير، وكان لما خلص بقى مدرب في سويسرا وبعد كده مدرب لمنتخب النمسا، لا مدرب كبير وعنده سي في كويس ومحترم. طبعا النادي الاهلي يعني حاجه جميله ان هو جاب المدرب دوت. الروتيشن اللي حضرتك قلتيه عليه ده معروف جدا في اوروبا، يعني لازم يريح لعيبه كتير علشان اساس هناك برضو بيلعبوا كاس ودوري، فبيريح الناس اللي بتلعب في الدوري بيلعب الناس اللي بيلعب ناس ثانيه بتلعب في الكاس، فطبعا احنا ما عندناش الوقت دوت. فانما اللعيبه انت بتلعب في النادي الاهلي، النادي الاهلي كل ال 25 لعيب المقيدين في النادي الاهلي او ال 30 او الخمسه اللي هم الشباب لازم يكون على مستوى واحد، يعني لما يغير ويعمل روتيشن بين اللعيبه اللي ينزل مكان ده ما بتحسش ان هو في قلق او في مشكله ان واحد اتغير او واحد اساسي ما بيلعبش، ده مهم جدا. وبيأمنك وقت الاصابات اللي احنا بنيجي في نص الموسم كده تلاقي الدنيا طبعا ومنتخب وافريقيا وكاس عالم بتبقى الدنيا صعبه جدا، فهو انا شايف ان الراجل دوت كولر بصراحه عامل حاله كويسه جدا بين اللعيبه، مش هتلاقي ان شاء الله مع نهايه الموسم مش هتلاقي لعيبه كتير جدا مصابه، ده مهم جدا لان اللعيبه انت لازم تحافظي عليها انك بتلعب برضه في افريقيا وسفر كتير وملاعب ساعات بتبقى وحشه خالص يعني، فانا شايف ان هو بيعمل حاله كويسه جدا وماشي كويس ونتائجه ماشيه كويس جدا، نتائج كويسه جدا من اول ما بجي بصراحه، اول ما جه ما بدا بصراحه نتائجه هايله جدا وعامل اللي هي الفوق يعني الفول مارك يعني حاله كويسه بين اللعيبه كمان جدا، وده مهم جدا ان والحاله النفسيه للعيبه انا شايف انها حاله نفسيه كويسه جدا بالنسبه للعيبه يعني. بالظبط كده. حضرتك شايف يا كابتن ايهاب ان توقف المسابقات المحليه مأثر على اللاعبين؟ شايف ان ده باين ولا مش باين؟ بصي حضرتك هو بيأثر على 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 جزء من الانديه وجزء لا، يعني مثلا ممكن زي النادي الاهلي مثلا لو ماشي بطريقه كويسه جدا وماشي كويس جدا وجه توقف دوري ممكن ياثر على النادي الاهلي، ممكن ياثر على النادي الاهلي مش بالضروره يعني. وفي فرقه ثانيه بتبقى ماشيه وحش جدا
وتوقف الدوري ده يساعدها. فهي يعني ذو حدين يعني ذو حدين. اذا كان ممكن يخدم فرقه وممكن ما يخدمش فرقه ثانيه. فرقه ماشيه كويس جدا يجي تقف ستوب بعد كده ما تعرفش تلم نفسها تاني الفرقه. وفي فرقه تانية بتعرف تلم نفسها وتخش في الاجواء تاني من جديد. انما هي حد يعني ذو حدين يعني اذا كان سلاح ذو حدين يعني. ف يعني ان شاء الله النادي الاهلي ما يتقصش يا رب. احنا موثقين في ده ان شاء الله. كابتن حراس المرمى دايما بيبقى في حارس هو الاول وهو اللي ماسك مسؤوليه الفريق، ولو الحارس ده لا قدر الله اتصاب، لو الحارس ده مجهد بيتم الاستعانه بحارس مرمى تاني، وده بيحط حراس المرمى الاحتياطيين في حته انه ما بيبقاش عندهم الثقه الكافيه. حضرتك شايف ازاي ممكن نتعامل مع حارس المرمى الاحتياطي انه نديله الثقه؟ هل ينزل ماتشات بدل الحارس الاول؟ يعني ممكن نتعامل ازاي مع الموضوع ده عشان المشكله دي في كل الانديه مش بس النادي الاهلي؟ هي مشكله بس هي كمان مش مشكله. مظبوط، هي مشكله صح. ومش مشكله بمعنى ايه؟ ده يعني انا كمدرب حراس مرمى انا الاربعه اللي بيشتغلوا معايا الاربعه زي بعض وبيحبوا بعض، وعمر ما في حد جالي قال لي انا ما بلعبش ليه؟ لان بياخد التمرين زيه زي الاول، يعني الرابع زي الاول زي الثالث زي الثاني، كله زي بعض. بمعنى ايه؟ انك انت راجل بتلعب في منتخب مصر او في النادي الاهلي او في اي فرقه كبيره، فانت لازم بتاخد عقد عندك احتراف انت راجل محترف، يعني الثلاثه اللي احنا شايفينهم الثلاثه اللي بيتمرنوا الشناوي وعلي او علي لطفي وشوبير لازم، ومعاهم طبعا حمزه ومعاهم برده مصطفى مخلوف اللي هو معايا في منتخب الشباب. لازم الاربعه على يكون على مستوى واحد. في فرق ان ده راجل الشناوي ده رقم واحد بيلعب كتير جدا ولعب عدد ساعات كتير جدا من المباريات، اوكي تمام جدا، بس الحارس الثاني لما يلعب ما يكونش في فرق كبير خالص. يعني انا يعني كنت في البطوله العربيه كان المفروض اللي هيلعب حارس ثاني، الحارس ده اتصاب اول ما رحنا، لعب اللي هو الحارس الثاني احمد نادر مثلا خد احسن حارس بالبطوله. ليه؟ لانه العامل النفسي بالنسبه للحراس او للعيبه لازم يكون عالي، لازم يكون الاربعه يكون بتعاملهم كويس علشان ما تخسرش حد فيهم. وانا بالنسبه لي انا ممكن اروح مباراه اصحى الصبح الاقي واحد عنده برد عنده بتاع، طب هتعمل ايه؟ فلازم التاني يكون جاهز. فده مهم جدا. دي انا بقول لحضرتك هي مشكله ومش مشكله، انما مش مشكله لو المدرب الحراس قدر يتعامل مع الحراس بشكل احترافي نفسي. وبشكل نفسي كبير جدا، ده مهم جدا. مظبوط. كابتن ايهاب هنخش بقى على كاس العالم، عندنا النهارده منتخب فرنسا هيلعب بولندا الساعه 5، وبعدها انجلترا هتلاعب منتخب السنغال القوي جدا. عايزين نعرف راي حضرتك وتوقعاتك للماتشين ومين هيتاهل فيهم. بص حضرتك انا ممكن اقول لك فرنسا وبولندا، فرنسا تكسب. اوكي يعني انا فرنسا بالنسبه لي فرقه قويه جدا. السنغال انا نفسي السنغال تكسب، لان السنغال فرقه كبيره وفرقه حقيقي. كويسه جدا جدا، وانا من شخصيا بحب السنغال جدا. يعني اتمنى انها تكسب انجلترا، وانا شايف ان يعني مش صعب جدا انك تكسب انجلترا. السنغال لو ركزت ولعبت زي ما لعبت الادوار الدور الاولاني اعتقد انها تكسب. يعني انا من وجهه نظري السنغال تكسب، يعني فرنسا والسنغال يعني يبقى عندنا امل في اتمنى لان هي تستاهل. السنغال تستاهل بصراحه، صراحه منتخب تقيل جدا تقيل ويستاهلوا ان هم بيلعبوا بروح يعني انا بشوف كره القدم كده انه الروح اهم من الحرفنه بكتير. برافو عليك. وغير كده السنغال كمان لما بتلعب كوره بتشوفها بتلعب كوره ما تحسش انها فرقه افريقيه، يعني فرقه فعلا. ايوه بالظبط، فرقه تحس ان بيلعبوا كوره حلوه. يعني انا احب اتفرج عليهم جدا، وحتى بغياب ساديو ماني. برافو عليك. الناس قالت غياب ماني هيأثر؟ لا طبعا، ماني لو موجود هيفرق، لان كلهم محترفين. فكلهم محترفين. انا نفسي يعني اتمنى السنغال يكسب بصراحه. ده حقيقي، وانا كمان بصراحه. طيب خلينا بقى نتكلم عن حراس المرمى في كاس العالم. حراس المرمى في كاس العالم اللي كان فيه مفاجآت زي مثلا منتخب السعوديه لويس اداء خرافي. يعني حارس زي ما بيتقال كده بمواصفات اوروبيه وغيره كتير. قول لي كده تقييمك لمواصفات حراس مرمى كاس العالم، شايف كده الدنيا السنه دي عامله ازاي؟ هو لغايه دلوقتي ما ظهرش حد يعني من الاول كويس. يعني هو طبعا عويس يعني انا في ماتش الارجنتين كان هايل هايل، واتكلمت عليه كتير جدا كويس قوي.
بس لازم يكون استمراريه ده مهم مشكلة. جدا انا بحب الاستمراريه، ما بحبش واحد حارس مرمى يعمل لي ماتش واو والماتش اللي بعده الاقيه نص، انا ما بحبش كده. انا احب تديني مثلا 6 على 10 7 على 10 طول الموسم او طول البطوله، يبقى انا كده راجل ناجح وانت ناجح. فانا احب الموضوع ده جدا. انا بخاف جدا من الحارس اللي هو يعمل لي ماتش جامد جدا، بس هو طبعا العويس باين ان هو كويس، يعني هو باين ان هو حارس مرمى جيد يعني، انما الماتشين اللي بعده اقل من ماتش الارجنتين، يمكن الاخير كمان كان، والاخير كمان بالذات كان هو بس اكتر يعني، كان الضغط عليهم كبير جدا يعني، كان الضغط لازم عندهم 3 بونت ولازم تكسب او تتعادل عشان تقدر تعدي يعني، فكان الضغط اللي احنا بنتكلم عليه عامل نفسي مهم جدا جدا جدا. هم ما كانش عندهم العامل النفسي كويس، مع ان المدرب بتاعهم هايل، مدرب هايل هايل جدا، انما انت كلاعب لازم تحط نفسك في 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 الموضوع ان يكون عامل نفسك عندك العامل النفسي بتاعك عالي جدا عشان تقدر تعمل مباراه كويسه او تعمل بطوله كويسه. انما العويس ماشي كويس جدا، كان كويس في المباراه الاولانيه. حارس مرمى بولندا كويس جدا طبعا. طبعا كورتوا كان برده كويس جدا بس طبعا ما كملش. انما ما فيش حد لسه ظهر يعني، يعني ما فيش حد لسه حد نور زي ما بيقولوا بالظبط كده. ما فيش حد قال لك واو ده 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 اللي هيبقى احسن حارس مرمى البطوله يعني، لا ما فيش، انا ما شفتش كده لغايه دلوقتي يعني. كله ماشي عادي، حتى مانويل نوير بتاع المانيا ما ظهرش بالمستوى اللي حتى هم كتبوا عليه، مستوى اقل كمان من مستواه جدا. حتى كتبوا عليه ان هو النوت بتاعه الدرجات بتاعته وحشه جدا في كاس العالم يعني. فما فيش حد لسه ظهر يعني، يمكن من دور 16 يبان حد كويس يعني، صح. نشوف ان شاء الله. طب يعني كابتن ايهاب قول لي يعني، طبعا احنا كنا نتمنى ان منتخبنا يبقى في كاس العالم طبعا. لو كان ده حصل تشوف مين من حراس المرمى اللي كان يستحق انه يكون موجود في المونديال؟ طبعا الشناوي، الشناوي رقم واحد في النادي الاهلي ورقم واحد غير الشناوي. الشناوي مفيش خلاف عليه، لا الارقام فيها خلاف عليه ولا الجمهور ولا ما في يعني، ما حدش بيختلف عليه غير الشناوي. الشناوي هايل جدا جدا، ورقم واحد في مصر ورقم واحد في افريقيا بقاله من سنين طويله، بقاله سنين ده يعني. ربنا يحفظه، ربنا يحرسه طبعا. وانا بحبه جدا، انه انا مرنته في الشباب والناشئين 5 سنين وكان معايا في حرس حدود سنه يعني، انا بحبه جدا لان انا ربيته يعني. صح صح. وعنده ميزه اللاعب الملتزم المحترم جدا خارج الملعب قبل داخل الملعب، وقائد كويس. صح، وقائد للنادي الاهلي هايل، الناس كلها اللعيبه كلها بتحبه. قائد بمعنى كلمه، قائد بمعنى كلمه قائد النادي الاهلي، ده مهم جدا. ده مهم جدا انك انت تكون قائد النادي الاهلي غير قائد في اي نادي تاني، ده مهم جدا. وهو امان بالنسبه لنا صراحه، احنا كلنا بنبقى مطمنين وهو موجود. ربنا يكرمه ان شاء الله، والحراس كلها في النادي الاهلي كويسين، كلهم كويسين يا كابتن ايهاب، وان شاء الله في تقدم يا رب دايما، ومنتخبنا يعمل حاجه كويسه. احنا بنشكرك جدا جدا كابتن ايهاب، شرفتنا جدا جدا، وان شاء الله هنطلع دلوقتي معاكم فاصل ونرجع نكمل معاكم باقي فقرات حلقتنا. وصلنا معاكم دلوقتي لاخر فقرات حلقتنا النهارده، واللي هتكون استشاره طبيه تغير سلوكنا، تغير عاداتنا، هيلثي لايف ستايل، وتحويل العادات الغذائيه الغلط لعادات تانية صح. عادات بنهدمها، عادات تانية بنبنيها ونقويها. سمع استاذه هند كلام كبير جدا لما بنسمعه، بس بنحس ان الموضوع معقد. كله تحت عنوان بسيط جدا اسمه قاطع الابيض، وهي مبادره صحيه بتروج ليها ضيفتنا اللي منورانا خبيره التغذيه الدكتوره نهال حافظ. اهلا بيك يا دكتوره. اهلا بيكم، عاملين ايه؟ منورين. منورك. بصي بقى، علشان انا يعني انا مش دايت بيرسون يعني، انا بحب الاكل قوي على يدي. النهارده اول يوم دايت، بس بالمناسبه عايزين نوثق الحدث ده، انا النهارده اول يوم دايت، ربنا يثبتني. قولي لنا ايه امنع الابيض او اقطع الابيض، المبادره دي عباره عن ايه؟ تمام. المبادرة بتاع قاطع الأبيض ده، هو ده مش احنا عاملينها جديدة، هو مش دايت مثلا معين، مش ورقة معينة، مش رجيم معين، هو مش دايت لفترة مؤقتة، هو ان احنا نمنع اي حاجة لونها أبيض. يعني زمان كنا بنقول على السكر والملح السموم البيضة، دلوقتي كمان نضم ليهم الدي الأبيض، ان احنا نمنع اي حاجة فيها ملح، فيها سكر، فيها دي ابيض، فيها نشويات. ان احنا مش هديكي ورقه دايت واقول لك امشي مثلا الصبح كلي بيضه مسلوقه، والظهر كلي كذا، والعشاء كلي كذا، لا، هو ان احنا نمنع نغير عاداتنا الغلط لعادات صحيه. مش هنتخنق يعني، مش هتتخنق. ونفس الوقت ان انا لازم كتير جدا من الناس بتيجي تقول لك ايه،
انا نزلت 10 كيلو، نزلت 15 كيلو، نزلت 20 كيلو، وبعد فتره تلاقيها رجعت تاني في الوزن، انها رجعت لحياتها الطبيعيه. احنا بقى فكرتنا، احنا مش فكره دايت مؤقت، احنا فكرتنا ازاي نغير العادات الغذائيه الغلط لعادات غذائيه صح، ان احنا اصلا نغير عاداتنا وده يبقى اسلوب حياتنا اللي هي اسلوب الحياه الصحي الهيلث لايف ستايل. ما يبقاش انا مثلا عامله دايت الفتره دي فخسيت، جيت بعد شهرين لقيت نفسي اتخنت تاني. حصل لي فجعه بعد الدايت. هي ده اللي بيحصل عموما لكل الناس، وحتى انا يعني كل واحد فينا بيجي له فتره معينه بتلاقيه زهقان تعبان مخنوق، مسافره سفريه غصب عنك، بتحبي بقى الاكل مثلا مع اصحابك، معزومه في حته، مش هتقدري تقولي لي انا همنع الاكل، بس ممكن في حاجات نقاطعها زي الملح والسكر والدقيق الابيض والنشويات، ان احنا نعيش حياه صحيه، ان احنا عشان صحتنا وعشان مناعتنا وعشان نكون حياتنا مستقره ما فيهاش اب داون كتير، ان احنا نعيش على الاقل نهتم بصحتنا. بالظبط. طب ليه قلتي نقاطع الابيض؟ يعني ليه ما قلتيش الدهون؟ يعني الدهون دي سبب المصايب والامراض والسمنه وكل شيء يعني. بصي، هو الدهون والله مظلومه معانا، احنا زمان من 40 50 سنه كان يعني اجدادنا كانوا بيستخدموا السمنه البلدي والزبده، ما كانوش كان عندنا سمنه بس مش بالاعداد دي. بس كان عندهم قلب وضغط ويعني امراض، بس دلوقتي الاعداد زايده اكتر. موجوده عندنا برضه. موجوده اكتر بكتير. لو احنا عملنا اصلا، عملوا ابحاث في انجلترا وعملوا بيبر كتير جدا على الموضوع ده، ان يعني بقى لنا 20 سنه او 30 سنه الموضوع في تزايد مستمر. ده لان احنا منعنا السمنه البلدي والزبده، وبدانا نستخدم بقى الزيوت النباتيه المهدرجه، وبدانا بقى ندخل السكر. يعني احنا منعنا الدهون بس دخلنا حاجات ابشع منها بكتير، اللي هي الزيوت النباتيه، اللي هي السكر، بقى كل اكلنا في زيت نباتي. دلوقتي تقول لك لا ما تحطليش سمنه، ما تحطليش زبده، اللي هي السمنه البلدي، مش قصدي اللي هي السمنه البلدي البلدي، مش حتى السمنه دلوقتي بنستخدمها نباتيه. فاي حاجه نباتيه بتبقى معظمهم بيبقى حاجات مهدرجه، حاجات فيها دهون مشبعه، حاجات اصلا اضرارها اكتر بكتير من فوائدها. مش فكره ان هي بتتخن، هي بتاثر كمان على الصحه. السكر بقى داخل في كل اكلنا، فبقى الموضوع بالنسبه لنا بقى السمنه بقت بوابه لامراض كتير جدا. بقينا نسمع كتير جدا، حتى الاطفال بقى في سمنه اطفال بنسبه عاليه جدا. فاحنا عملنا قاطع الابيض لان الحاجات اللي هي السموم البيضاء او اي حاجه بيضاء مخاطرها اكتر بكتير من الدهون اللي هي الصحيه. انا بتكلم عن الزبده او السمنه البلدي اللي هي حاجات صحيه او دهون صحيه، مش وبكميات معينه. مش عشان انا قلت مثلا ايه السمنه نستخدم البلدي تمام فلاقي برطمان السمنه طلع عايزه اروح اعمل حاجه معينه بالسمنه. يعني احنا مثلا ساعات بنقول كله محشي فنلاقي المحشي حله المحشي طلعت، لا انا قصدي كميات معينه. اي حاجه على فكره حتى لو صحيه، لو استخدمناها بكميات كبيره جدا هتقلب لحاجه غير صحيه. انت عارفه بتقولي عليه ده دكتور زي الشوفان مثلا، يعني انا كنت بفتكر ان الشوفان ده من الحاجات الصحيه جدا، وكنت الصبح كده ممكن اخد بورشن كبيره كده واكل. اكتشفت ان الشوفان ده كميه كبيره بيتخن. ده حقيقي. المكسرات من الحاجات برضو اللي بتاخديها كتير بتاخد. هو الحاجات دي مفيده بس مش بكميه كبيره. احنا مشكلتنا في الكميات. يعني احنا في مشكلتين، النوعيات الاكل رقم واحد، لو تغلبنا عليها بندخل في مشكله الكميات. ان انا مثلا عشان قلت لك السلطه مفيده جدا، فلاقي مثلا انجر سلطه طول النهار عمال على بطال باكل منه، فده غلط. هو برده تاخدي منه كميات معينه. بس هو انجر سلطه افيد من انجر رز ومكرونه يعني. ماشي، خلينا نبتدي. انا قطعت الابيض، بطلت دقيق ابيض، سكر، ملح وهكذا، ايه البديل؟ ده المهم. عشان تعبانه، عشان انا كل ما اتخيل بس بتوتر. بصي، هو انا ده احنا بقى ده اللي جايين نتكلم فيه النهارده. طبعا لما يكون حد بيحب الاكل وحد ممكن يبقى مليان شويه او اكيل، حتى على فكره في ناس اكيله مش مليانه قوي بس بتحب الاكل، بتحط ملح كتير، بتحط سكر كتير، بتحب النشويات، بتحط دقيق، فما ينفعش مره واحده اقول لها امنعي. يمكن ده اللي بيوقف ناس كتير او بيخليهم ما يستمروش على فكره، يرجعوا ان انا امنع امنع امنع. بتصعبي الدنيا عليهم. بتصعب الدنيا، وخصوصا ان الملح من الحاجات بتدي تيستي. ما انا طالما انا بحب الاكل يبقى بحب الطعم، بحب اتمزج. على فكره ربنا سبحان الله وتعالى خلق الاكل شهوه، هي نعمه، متعه، نعمة يعني متعه. ان احنا زي الشوبينج كده، ما بنحب نروح نعمل شوبينج، بنحب ناكل. طب والرنجه؟ ايوه، الرنجه والفسيخ والحاجات دي كلها هنعمل ايه بقى؟ اول حاجه ان احنا الملح من الحاجات اللي مضره جدا. الملح من الحاجات اللي اي بي سي كده، ان هي
بتحبس ميه فبتزود الوزن وبتقلل المناعه وبتقلل امتصاص عناصر كتير وبتقلل كمان القيم الغذائيه اللي في الاكل، وفي نفس الوقت بقى بترفع معدلات ضغط الدم وصحه وبتاثر على صحه القلب والعضلات. فالملح اول حاجه هنستخدم ملح صحي. يعني ايه ملح صحي؟ يمكن ده بقى على السوشيال ميديا موجود. ناس كتير بقت تقول استخدموا الملح الصحي، في ناس كتير لسه مش عارفه ايه هو الملح الصحي. الملح الصحي اول حاجه بيبقى الصوديوم فيه قليل قوي، يمكن اكتر حاجه مضره في الملح هي الصوديوم، ده اللي بيحبس الميه. فهو اول حاجه الصوديوم بتاعه قليل، تاني حاجه نسبه البوتاسيوم فيه عاليه جدا، ودي معناها ان هو هيخلي مستويات السوائل في الجسم مظبوطه، فهيظبط معدلات ضغط الدم، وفي نفس الوقت كمان هيظبط صحه القلب والعضلات. تاني حاجة بقى السكر، السكر هناخده منين؟ من الفاكهة. احنا الملح الصحي ده اللي هو ملح الهيمالايا. الهيمالايا. تمام. حاجة تانية كمان السكر بقى. السكر من الحاجات اللي ما شاء الله السكر أصلا سبب لجميع الأمراض المزمنة من أول السمنة لحد الضغط والقلب والسكر وتصلب الشرايين والكوليسترول والحاجات دي. ايوه ده بسبب ايه معلش يا دكتور؟ يعني السكر هل هو فعلا بيضعف المناعه؟ بيضعف المناعه، ان اصلا أي السكر بس هو اي مرض اساسه التهابات في الجسم، فالسكر اصلا اساس اي التهاب في الجسم. فهو اي مرض في اوله اساسه التهاب في الجسم، فالسكر لما بناكل سكر ده اساس اي التهاب في الجسم. فالموضوع بيتحول من ان هي تبقى حاله يعني التهابيه اللي بعد كده الحاله بتبقى مزمنه شويه لحاله مرضيه. فالسكر اساس جميع الامراض اللي موجوده. فاحنا على الاقل بسبب السعاده برضه نسيتي تقولي ده حقيقي، بس على الاقل ممكن نبدله الاول بالسكر الدايت. تمام. نختار في انواع سكر الدايت كتير حلوه جدا. ازاي بقى؟ اعرف ازاي النوع ده كويس ولا لا؟ لانه في حاجات بتتقال انه سكر الدايت او الاسبرتام وفي مواد مضره مش عارفه الذره بيأثر على الغده الدرقيه. حلو قوي السؤال ده. كفائتها احسن انواع السكر عموما اللي بيبقى فيها ماده السكرالوز. الماده دي اصلا مصرح بيها من الاف دي اي من يعني من الاف السنين. الماده دي زي ما بتدخل الجسم زي ما بتخرج، الجسم مش بيعرف يتعامل معاها ولا يمتصها ولا يهضمها. الميزه بقى في ماده السكرالوز دي اللي موجوده في انواع سكر كتير في السوق المصري ان هي بتخلي طعم الحاجه التست بتاع الحاجه اضعاف مسكر اضعاف مضاعفه عن السكر الابيض بكميه اقل. يعني لو انا دلوقتي بعمل حاجه حلوه تمام وهستخدم فيها كوبايه سكر كامله ابيض مع السكر سيسيل او مع سكر اي نوع سكر دايت في ماده السكرلوز هتستخدمي ربع الكوبايه، فانا اصلا وفرت وفي نفس الوقت استخدمت حاجه سعراتها مش عاليه قوي وفي نفس الوقت نوعا ما بتعودني على طعم بتعودني عن طعم السكر الابيض. الميزه كمان في سكر الدايت اللي هو السيسيل اللي انا يعني منحازه ليه عشان في ماده السكرالوز ان هو اي حد بيبدا دايت او بيبقى عاوز يعيش هيلث لايف ستايل بتبقى مشكلته في السكر ان هو السكر ده بيمرر طعم الحاجات السخنه. دي افتر تيست معين. ده حقيقي. ما اقدرش احطه على الشاي اللي هو ممكن احطه على شاي بلبن. الشاي الساده استحاله. ليه افتر تيست؟ لا انا لازم بقى اخليكم تجربوا سكر سيسيل ده من الحاجات اللي مالهاش افتر تيست خالص. بتخلي طعم الحاجه زي السكر الابيض عادي، كمان بتدخل الفرن. في انواع سكر كتير لما بتيجي تدخليها الفرن بتغير برضو طعم الحلويات والحاجات المسكره. هو مش بيغير الطعم، بيقدر يعني ليه تاثير حراري عالي يعني بيقدر ان هو بالحراره. ما بيتاثرش بالحراره. فاي سكر عاوزين تستخدموه اول حاجه تشوفوا هو مصنوع من ماده السكرالوز ولا لا. طالما مصنوع من ماده السكرالوز يبقى ده سكر صحي او سكر تقدري تستخدميه كبديل للسكر الابيض. وفي نفس الوقت في حاجه تانية عاوزه اقولها، ممكن يعني ممكن غير السكر الدايت ممكن ان احنا اصلا ناخد السكريات من الفاكهه. ممكن نشرب عصاير بس مش كتير، لان برضو العصاير كترها غلط. يعني ممكن نشرب عصاير. قبل ما نتكلم عن العصاير ده، لو ناس حابه تتواصل معاكوا على السوشيال ميديا، انتوا موجودين على السوشيال ميديا؟ موجودين على صفحه اون تارجت فارما على الفيسبوك، على صفحتي نهال حافظ على الفيسبوك. موجودين كمان على انستجرام اون تارجت فارما. هي موجوده اهي يا جماعه على الهواء، دي صفحات ممكن تصوروها اي حد عايز البرودكتس اللي الدكتور قالت عليها او استشارات كمان بتخص التغذيه. مظبوط، ده حقيقي. وعندنا كمان انستجرام نهال حافظ على الفيسبوك على الانستجرام. ممكن يتواصلوا من خلال الارقام اللي على الشاشه، ولو لقوا الارقام ساعات بيبقى في ضغط مكالمات ممكن يتواصلوا معانا من خلال الارقام اللي على الشاشه على الواتساب. اوكي.
طيب كده يعني الكورس ده هايل، بس انا هفضل محتاجاه طول الوقت؟ يعني طول الوقت انا هفضل محتاجاه؟ انت عارفه احنا ما بنحبش نرتبط بحاجه، نبقى بصي اقول لك على حاجه على احنا في عندنا كورسات كتير. انا النهارده هتكلم عن كورس الاناسيليوم. كورس الاناسيليوم ايه علاقته برضو بالمبادره؟ يعني انا بعمل مبادره مقاطعه الابيض. كورس الاناسيليوم فيه كذا ميزه. اول حاجه انه فيه الياف الاناسيليوم. طبعا احنا لما بنقول نقاطع الدي الابيض هنستخدم مكانه اي حاجه حبه كامله، يعني دقيق حبه كامله، دقيق مثلا ذره حبه كامله، دقيق الياف شعير، ممكن بذور الشيا، ممكن الكنوة، الشوفان. فالياف الاناسيليوم اصلا هي عباره عن الياف فيها حبوب كامله معموله بتقنيات معينه بتركيزات معينه. الماده دي نفسها ماده السيليوم هاسك بنجيبها من الهند، بنستوردها من بره، بتبقى معموله بطريقه معينه او يعني محفوظه بطريقه معينه عشان الرطوبه. فهي اول حاجه هي هتعوضك عن الالياف الاناسيليوم، هتعوضك عن قطع النشويات او الدي الابيض، لان النشويات تديكي السعاده. احنا يعني بناكل رز او مكرونه او اي حاجه فيها نشويات انت مبسوطه قوي، تمام؟ السعاده بتاعت الرز تحديدا يعني. وانا على فكره من محبين النشويات، بس ده هيديني احساس مشبع، احس بالشبع. ما هو الالياف مش بس هتديكي احساس السعاده بتاع فقد النشويات، هي كمان الالياف ماده السيليوم هاسك دي بتنزل في المعده بتعمل بالك، يعني بتاخد حيز كبير من المعده، فبتخليكي تاكلي بس بكميات اقل. يعني لو انا مثلا باكل طبق رز هاكل ربع الطبق. فهي اول حاجه الالياف اللي موجوده في كورس الاناسيليوم اول حاجه هتحسسني بالشبع، فهتخليني اكل بكميات اقل. اعتقد ده اهم تاني سبب طبعا الشبع. هو احنا مشكلتنا الناس ساعات بتقول لك انا ما باكلش كتير، انا ممكن بس باخد نسكافيه 3 4 5 مرات 3 4 5 مرات نسكافيه في معلقتين سكر. انت ضربتي 10 معالق سكر بالزبط. ولسه احنا ما اكلناش، فانت اوريدي خدتي احتياجك اليومي وزياده. فهي الفكره في ان احنا عاوزين نغير الثقافه شويه، مش بس ان انا اعمل دايت عشان ان انا اخس شويه وارجع تاني، لا انا عاوزه اغير عادات الغلط بعادات صح، بعادات صحيه. فاول حاجه قلنا في الكورس الالياف دي هتحسسني بالشبع، هتخليني اكل بكميات اقل، وكمان هتعوضني عن اللي هو نقص النشويات. حاجه كمان بقى، وهي ان الالياف دي فيها ماده السكرالوز. احنا قلنا ان احسن سكر يبقى فيه مصنوع من ماده السكرالوز. الالياف دي فيها ماده السكرالوز، تحددني الاحساس بتاع الاستمتاع بتاع اللي هو انا خدت حاجه طعمها حلو، انا خدت حاجه مسكره. فهي هتديني الاحساس ده، فهتعوضني عن احساس السكر واحساس النشويات، وفي نفس الوقت هتشبعني. دي بالنسبه للالياف. الكورس كمان بيبقى فيه الناس اللي بتحب القهوه الخضراء او بتحب الحاجات اللي فيها كافيين، فيها قهوه خضراء بطعم الموكا والبندق. دايما القهوه الخضراء من الحاجات اللي هي بتسد النفس، بتسد بتظبط مستويات السكر، فبتخليكي شبعانه لفتره كويسه، وفي نفس الوقت بتعلي معدل الحرق. بس مشكله الناس بتاخد القهوه الخضراء يقول لك طعمها ممرر، لا غير كمان كده برضو يا دكتور، متهيألي برضو مرضى الضغط اعتقد القهوه الخضراء هي برضو ما تنفعش، ان فيها نسبه كافيين عاليه. ان القهوه الخضراء كمان بتبقى فيها نسبه فعلا عاليه، انها بتبقى مش متحمصه، ودي ودي الفايده اصلا بتاعتها. والشرب مواعيد شربها يفضل يبقى الصبح، يبقى الصبح او الظهر. انا عن نفسي بشرب القهوه الخضراء الصبح، بس الميزه كمان ان احنا عاملينها بطعم الموكا والبندق، عشان احنا نخلي الناس تحس ان هي مش ايه، دايما اللي بيبقى داخل دايت بيحس ان هو في ستريس، مضغوط. مضغوط من ايه؟ من قله الاكل اللي هي لسه هيعملها، يعني لسه ما عملهاش. فاحنا بنحب ان احنا ندي حاجات للناس او اوبشنز للناس ان هي تبقى حاسه ان هي مرفهه شويه. عشان كده بنقول قاطع الابيض، ان انا مش بقول لك ورقه اعملي دايت معين، مش بقول لك اعملي مثلا امشي على الاكل ده، لا انا بقول لك هنقطع شويه حاجات وهنبدلها، يعني هنبدلها بالسكر الدايت اللي هو سيسيل، هناخد طبعا كورس الاناسيليوم، عشان اكيد انا عشان اقطع الابيض ممكن اكون انا مش قادره امنعه، فانا عاوزه حاجه زي اراده. فين الاراده بقى؟ هنا كورس الاناسيليوم هو اللي بيديك الاراده انك تكملي. ما انا لما اخد حاجه تشبعني وتحسسني بالانبساط ان انا باخد حاجه بتعوضني عن النشويات والسكر، وابدا احس ان انا خسيت 2 و3 و4 و5 كيلو، هكمل. لا انا هكمل. هي دي الفكره، ان احنا في الاول بنبقى ما فيش اراده، فانت بتجيلي بتبقي محبطه. لا انا بديكي مش بس بديكي نصايح او بديكي نظام غذائي او بديكي اقول لك مثلا ناكل ايه وما ناكلش، او اقطعي مثلا السكر، اديني بديل يشجعني ان انا اكمل، ان انت تكملي. ان هو في الاول اول يعني اصعب خطوه الخطوه الاولانيه، فعشان كده ساعتها بديكي الكورس عشان يديكي الباور والاراده انك تقدري تكملي. مدته قد ايه يا دكتور الكورس ده؟
بصي مدته هو على حسب وزن كل واحد، يعني انا واحد 100 كيلو غير واحد 80 كيلو غير واحد 60 كيلو غير واحد 70 كيلو، على حسب كل واحد وعلى حسب معدل النزول. وكمان في حاجه، احنا كورسات، عشان بس ما حدش يقول لي ايه انت قلتي كورس الاناسيليوم فانا لازم اخد كورس الاناسيليوم، لا يا جماعه، هو انا دلوقتي كورسات عندنا متقسمه، يعني لو انا عندي اطفال، الاطفال ليهم كورس وامراض المزمنه ليهم كورس اسمه كورس الاناسيليوم العادي، اللي هو بيبقى عباره عن الياف، بيبقى فيه سكر دايت، بيبقى فيه اعشاب المورينجا او الجرين كوفي. طبعا الاطفال مش بنديهم جرين كوفي، فبنديهم الاعشاب أكيد. مع الالياف والسكر. تمام، ده للناس اللي عندهم امراض مزمنه او اطفال من سن مثلا 4 سنين او 5 سنين. أوكي. بياخدوا الالياف مرخص بيها عادي ان هي ياخدوها، ما فيهاش اي سايد افكت، لان عباره عن سيليوم هاسك، ده فايبرز او الياف معروفه جدا، ولو اي حد دخل على جوجل يعمل سيرش وقرا عنها هيلاقي ان هو ما فيهاش اي سايد افكت. طب انا عندي حد مثلا ما عنده مش ما عندوش ضغط ولا قلب ولا سكر، واستخدم منتجات تخسيس كتير جدا، ومر بفكره اللي هي الاكسبيرينس بتاعت الدايت كتير قوي، يعني اللي هو ايه خس مره واثنين وثلاثه، فممكن اصلا يكون في الاول خس غلط، ممكن يكون نزل كتير جدا بس نزل كتله عضليه. أوكي. ممكن يبقى حصل له المناعه قلت، الحرق قل، حصل له سوء تغذيه، فده بيبقى محتاج كورس اناسيليوم مكثف، بيبقى عباره عن الياف معاها كبسولات، الاثنين بيشتغلوا على ان هم يقفلوا الشهيه او يقللوا كميات الاكل، مع ان هم يعلوا معدلات الحرق، مع طبعا السكر الدايت. انا دايما بشجع السكر الدايت عشان حاجه واحده، عشان احنا نصنا يا بنحب النشويات يا النص التاني بيحب السكريات. يعني ما فيش حد مثلا، ما سمعتش حد قبل كده بيحب البروتين، بيحب ياكل فراخ، بيحب ياكل لحمه. البروتين. انا بحب البروتين وبحب النشويات قوي، يمكن ماليش السكريات قوي بس بحب البروتين والنشويات. السكريات بس نفكر الناس انه اي حد حابب ان هو يلاقي البرودكتس، يلاقي الكورس بتاع الاناسيليوم موجود دلوقتي على شاشه السوشيال ميديا، الاكونت بتاعه فيسبوك وانستجرام، والارقام كمان موجوده. خلوني كمان دكتوره عايزه اسالك بقى على حاجه. دلوقتي لعيبه الكوره والرياضيين بيبقى ليهم نظام غذائي مختلف تماما، اعمل ايه لو ابني او بنتي لعيب كوره او رياضي او ايا كانت، ايه النظام الغذائي الصح او ازاي اتعامل معاه غذائيا صح؟ تمام، اللي بيلعب رياضه او بيروح الجيم او كده بيبقى ليه نظام تاني. اول حاجه بيبقى لازم قبل الجيم، حتى لو انا مش يعني مثلا رايح الصبح الجيم وما عنديش وقت افطر، لازم اخد موز، لازم اخد 3 تمرات، ممكن زبده الفول السوداني بس نعملها في البيت، يا ريت ما نشتريهاش من بره، ممكن نبقى نعمل لهم الطريقه بعد كده نقول لهم ازاي يعملوها في البيت. مع توست، لو انا مش قادر افطر الصبح او ما عنديش وقت او عاوزه اتمرن، في ناس كتير بتحب تروح الصبح وانا بفضل اروح الصبح اصلا كمان. فده مثلا قبل ما يروح التمرين. لو انا مثلا هروح التمرين بعد الشغل او كده، برضو ببقى محتاجه ان انا اكون واكله، يعني واخده نشويات قبل التمرين مش بعد التمرين. نيجي بقى بعد التمرين بتاع الجيم، لازم اكل بروتين عشان عشان العضلات بتاعتي. سلطه وبروتين، امنع بقى النشويات خالص. كمان احنا عندنا حاجه اسمها ال كرانتين، للناس اللي بتروح الجيم عاوزه تعلي معدل الحرق. في ناس كتير قوي بتحب ان هي تعلي معدل الحرق او تنزل اكتر، وعاوز اقول للناس قبل ما اقول لهم على ال كرانتين، ان الجيم مش عشان اخس، عشان الناس فاهمه ان انا اول ما اروح الجيم ان انا هروح اخس. الجيم عشان اعلي الحرق بتاعي، عشان ابني كتله عضليه، عشان اعمل شيب، يعني ان انا اعمل شيب لجسمي، انما ما ينفعش ان انا اروح الجيم واقول الجيم هيخسسني عشان صحتي. واهم بقى من كل ده، انا بالنسبه لي الجيم ده حاجه نفسيه مهمه جدا. انا كده بقى جداً. انا بحب اطلع الطاقه السلبيه الطاقه السلبيه اللي عندي، لما بكون متنرفزه او متعصبه بروح الجيم بلاقي الباور كله السلبي طلع في الجيم. ده فعلا دي اهم حاجه، عشان كده الناس بتروح الجيم بيبقى ماسل بين. طيب ماسل بين معاه ايه؟ شويه شويه، ما انت بتتمرني شويه شويه، بيبقى في ستريتشات، بيبقى في شاور دافي بعد التمرين، بنتعود جسمنا بيتعود كده. استاذه هو في الاول بيبقى صعب وبعد كده بتتعودي. دايما بحب ان يبقى معايا ترينر في الجيم، يعني دايما الناس تقول لك اروح وانا اعرف اتمرن لوحدي ولا لا لا، ده غلط جدا، ده مش هيعمل شيب، ده مش هيعمل ماسلز كويس، ده محتاج يبقى معاكي كوتش هو اللي بيقول لك تعملي ايه وما تعمليش ايه. كل جسم مختلف، ليه طلبات معينه، ليه شيب معين، ليه تمرين معين، ليه تمرين كل معين. واحده عندها فتنس مختلفه، فما تقرصيش على نفسك. صح، ده حقيقي. مظبوط. احنا للاسف الشديد وقتنا خلص، انا مبسوطه ان انت كنت موجوده معانا. انا مبسوطه اكتر بيكم ويعني يا رب كل الناس بقى تاخد هيلثي لايف ستايل، وانا اولهم يعني في الحقيقه. بتمنى لكم التوفيق والنجاح. دي كانت حلقتنا النهاردة في برنامج الحريفة، استنونا في حلقات تانية كتير.